أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأزهران الأنوران الأعليان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نوقفنا عند قول الإمام السيوطي رحمة الله عليه: فخلق منه حواء، لا خلق، قول الإمام الشيخ سليمان الجمل: فخلق منه حواء وخلق مكان الضلع لحما من غير أن يحس آدم بذلك، ولم يجد ألما، ولو وجد ألما لما عطف رجل على امرأة قبل. خفنا هنا. الإمام السيوطي قال: أسكن ويا آدم اسكن أنت، وأن قلنا إن هو الشيخ السيوطي قال جاء بالضمير المنفصل أنت توكيدا لكي يجوز أو لكي يجوز العطف على الإيه، على الضمير المستكن، اسكن أنت وزوجك. قال حواء، ليه حواء بالمد، وكان خلقها من ضلعه الأيسر. وقلنا في العلماء اللغويون يعني حينما تعود إلى اللسان يا طالب العلم تجد أن اللسان يتكلم على كلمة الضاد واللام والعين كلاما جميلا، وأن من معاني الضلع الإعوجاج، وفي اللسان الكلام ده هكذا. المهم، اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها، ده كلام السيوطي، وكلا منها أكلا رغدا. يبقى رغدا دي أولاد مفعول مطلق، المعلمون يقول لك دائما مفعول مطلق، المحدثون كمان مش المعلمون القدامى يقول لك نائب عن مفعول ايه مطلق. رغدا واسعا، رغدا يعني واسعا، لا حجر فيه، يعني لا حدود له ولا حجر عليكم، يعني افعلوا ما شئتم. هكذا نيجي بقى نشوف كلمة رغدا دي. فهنا قبل أن نتكلم على رغدا يقول لك وكلا منها ديت، وكلا منها رغدا، وبعدين قال لك ولا تقربا هذه الشجرة فتكون. الله يقول لك هو الـ 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 إزاي ده يحدث، وهل الجنة فيها تكليف؟ الجنة فيها تكليف؟ قال لك ما فيهاش تكليف. طب ازاي ربنا يقول لسيدنا ادم وكلا، وبعدين قال لك ولا تقربا، وبعدين اللي دخل الجنه ده هل دخول الجنه، هل من دخل الجنه يخرج منها؟ العلماء قالوا لا، اللي يدخل النار ممكن يخرج منها برحمه الله وبفضل الله، لكن يخش الجنه ما يطلعش منها خلاص. طب ازاي؟ قال له اهبط انت وزوجك، اهبطها منها جميعا. يقول لك العلماء يقول لك ايه بقى؟ يقول لك الجنة لا تكليف فيها ولا خروج منها اذا دخلها العبد جزاء، اذا دخلها العبد جزاء ومثوبة. يعني ربنا سبحانه وتعالى نظر إلى قلبك يا شهران فاطلع عليه فوجدك محسنا فأدخلك الجنة بفضله، لا تخرج منها خلاص، يبقى يعطاك جزائك. لكن دخول آدم الجنة ليس جزاء، وإنما هو استقرار، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة خلاص، وعدت إن مكانكم هنا، سكناكم هنا
السكنى لكم هنا في الجنة، وإن كان يعلم الله في علمه الأزلي بما سيحدث لهم. ولذلك قال لهم إيه؟ اختبار. وأنا قلت الكلام ده قبل ذلك، إن كلمة ويا أسكن أنت ولا تقرب وقولا وكلام ده فيه أسرار جميلة جدا، كبيرة جدا، عالية قوي. لأن الذين يخوضون في أوامر الله ليسوا بأهلية رحمات الله وفضائل الله. لا تخض في أوامر الله، لأن أوامر الله فيها أسرار. إذا امتثلت لها عبادة وإيمانا وطواعية حلت فيك أسرار الأوامر، حلت فيك الأسرار، أسرار هذه الأوامر. لكن لا تخوض أبدا في أوامر الله أو في أسرار أوامر الله. هذا هو واضح. لأن فضل الشيطان، لو تقرأ التفاسير بقى كلها تجمعها كده، الشيطان حينما وسوس إليهم على هذا الوتر، على هذا الجانب، ما نهاكما ربكما عنها إلا أن تكونا ملكين. شوف، أخذ يحلل ويعلل، يقول لهم ده 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 دي بس الـ مش عارف ربنا ما قصش من الحجاب الا لما كان مش عارف ايه، ويفضلوا يحللوا ويعللوا الاوامر ويلتمسوا لها مخرجا عشان يزيغوا عن امر الله، فيقوم ربنا يمنعهم من بركات اوامر الله. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين. لكن أنتوا مش ملكين، أنتوا بني آدم. آدم فكل الملك لا بيأكلش، لكن أنت بتأكل، بدليل أن ربنا قال لك إيه؟ كل من كل الأشجار. وفضل الشيطان يلعب في عقل آدم وعقل حواء على هذا الأمر. أو تكونا من الخالدين، لكن جرى عليكم القلم بأن تموتوا. فهكذا، فلا لا كلوا بس كلوا. تمام. وبعدين يقول لك ايه بقى في 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 القرطبي وابو حيان، يقول لك ان اول من اكل حواء، فلما حواء الشيطان لعب بها ووسوس إليها، وسوس إليها، خلي بالك من إليها دي، بقالش وسوس لها، قرآن بقالش وسوس لها أو لهما، قال إليهما، ودي لها كلام تاني كبير أوي برضه. يقول لك هنا لما حواء أكلت لم يحدث لهم شيء، لما أكلت من الشجرة لم يحدث لها شيء، لا هي لا ربنا أهبطهم من الجنة، ولم يظهر سوءاتهما ولا أي شيء، أكلت من الشجرة وبقيت كما هي وآدم فترة. طب ليه؟ العلماء خدوا حكم، علماء الأجلاء العظماء أسيادنا، قال لك ده دليل يا ولد، إن لو كان في الأمة الغالب عليها الإيمان لا يأخذها الله، حتى وإن كان هناك فسقة أو فجرة أو كفرة لا يأخذها الله، لا يبدل الله حالا. طب
القرى اللي هي دمرت، قال لك ده الغالب غالب فيها الفساد والإفساد. ما دام هناك غلبة الخير قائمة يبقى الله لن يأخذ هذه الجماعة. لو أنتم في قرية أو في جماعة غلب عليكم الفساد أو الفاسدون غلبوا فسيأخذكم الله أو يأخذهم الله. لكن إذا كان الإيمان أو ما زال هناك بقية من إيمان أو من صلاح أو من إصلاح فلن يخسف الله به أو لن يخسف به. هذا هو. يقول لك إن حواء لما أكلت عصت ربنا، بس ما زال آدم مطيع، ما زال إيه؟ بس هو الشيطان اطمن، لأن حواء هتقوم بإيه؟ بمهمته، بمهمة الشيطان، لأن الوسوسة. ليه؟ لأن الشيطان وسوس لآدم ولم يمتثل له ورفض، لكن جاء الأضعف وهي المرأة، وبعدين وسوس لها فأكلت، وبعدين هي قامت بالمهمة. قالت بص يا آدم أنا أكلت ولم يحدث شيء، ولا قيل ذلك في التفسير لم يظهر لي شيء ولم يعاقبني ربي، فكل منها أهو أنا أكلت منها وبقالي شوية باكل شوية أيام ومفيش حاجة. فلما آدم شاف كده خلاص بقى أكل أنا بقى أخرج. قال يقول لك فعصى آدم مش فعصى حواء، لأن حواء عصت قبليه وما حصلش حاجة. حواء عصت قبل آدم ولم يحدث شيء، لكن لما جه آدم كان بقى 100% عصيان. وذلك ربنا إيه؟ قال لك فعصى آدم ربه، مش عصى آدم وحواء. يبقى لأن الإهباط وظهور السوءات ظهر بأكل آدم لم يظهر بأكل حواء، لأن حواء أكلت يعني 50% فساد أو عصيان، بس في 50% طائع وربنا رحيم بلطفه تساوى. ها؟ وعلى الأعراف رجال، فقال لك خشوا الجنة باللطف. 50% عصى عصيان في حواء و 50% طاعة في آدم، خليكم زي ما انتم في الجنة. صحيح؟ لكن لما جه آدم بقى أكل، لا خلاص انزلوا، قلنا اهبطوا منها جميعا. فأكل منها فبدت لهما سوءاتهم. خلاص. طيب هنا يقول لك ايه؟ فأزلهما. صحيح؟ طب ليه؟ قال لك لأن الشيطان أزل حواء وحواء أزلت آدم، فكأن الشيطان أزل آدم. صحيح؟ يبقى المصدر هو الأصل، إما بغير واسطة وإما بواسطة الفعل. صحيح؟ ما كل حاجة في النحو أولا، كل حاجة في النحو، كل النحو ده أساس كل حاجة. صح؟ صحيح. فأزلهما الشيطان، وفي قراءة فأزالهما، قراءة فأزالهما الشيطان عنها عن الجنة بوسوسته، أي أخرجهما. وبعدين ربنا جه قال بقى في القصة دي في سورة الأعراف، ها يقول لك إيه؟
في الربع اللي يقول لك ايه، يقول لك ايه وادي هدايه الرحمن، ربنا سبحانه وتعالى يقول لا يفتننكم الشيطان. ربنا بيقول لنا احنا بقى خذوا عبره، وللاسف نحن كلنا وانا منهم لا ناخذ العبره. لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. لا يفتننكم كما اخرج ابويكم، يعني انظروا الى ايه، الى قصه ابيكم ادم لما امتثل للشيطان ولم يمتثل لامر الرحمن، نزع عنهما لباسهما فطفقا يقصفان عليهما ايه عشان يستروا. ولذلك قال لي يقول لك دي فطره، يستروا العورات، فطرة الإنسان التي فطر الله الناس عليها هو سيدنا آدم. أول ما ظهرت السوءات طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. هذا هو. واضح يا أولادي؟ يقول لك هنا التكليف مش موجود، تكليف في الجنة ولا يوجد إيه خروج من الجنة. متى؟ إذا دخلها العبد جزاء. لكن سيدنا آدم عليه السلام لم يدخلها جزاء، وإنما دخلها سكنة واستقرارا. هذا هو. وبعدين يقول لك أول نبي هو سيدنا آدم، أو أول رسول. ليه؟ قال لك أرسل إلى حواء وإلى ولدي وإلى أولاده لما نزل بقى. أعطاه الله أوامر وأوحى إليه أوامر ورسالات. رسالة يبلغها لمين؟ يبلغها لزوجته الحواء ولأولاده. هذا هو. واضح؟ نعم. يقول لك هنا بقى في رغد ديت يا أفيقة، يقول لك إيه؟ يقول لك رغدا في المصباح، ها يعني المصباح المنير هو المعجم. يقول لك فيها لغتان يا ولد يا شفاء، انت فيها ايه؟ لغتان، رغد ورغد. رغد بضم العين اللي هي الغين، ورغد على وزن تعب. اما رغد فقال رغادة، مصدرها تأتي على رغادة على فعالة. قال وفي المصباح رغد العيش بالضم رغادة من باب ظرف، اتسع بمعنى اتسع ولان، العيش اتسع. بقول لك في عيش رغيد، يعني في حياة متسعة، يعني عنده مال غني، ها لينفق ايه؟ لينفق ذو سعة من ايه؟ سعتي او السعة ايه؟ من رغده. ربنا قال كده ينفق ذو سعة من سعته، ذو سعة يعني صاحب السعة. اتسع. وايه لان دي؟ قال لك دي نتيجة للاتساع، لأن لين العيش يكون نتيجة للغنى، يكون نتيجة لاتساع المال. واحد عنده مال كتير هياتي بإيه؟ هياتي بعيش لين، صحيح؟ هينام على فراش وثير وعلى مش عارف كذا وفروة ومخدة حلوة وجميلة وسادة وستاير وتكييف صحيح؟ يبقى عايش ايه؟ لين. لكن تاني واحد غلبان مسكين يروح ينايم على الرصيف، على الرمل، على التراب، وهكذا.
زي ما سيدنا أبو بكر لما بكى سيدنا لقى النبي صلى الله عليه وسلم يفترش الحصير وعامل وسادة من الليف فبكى سيدنا أبو بكر بكى قال له ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال له الأكاسرة والملوك يعيشون على ينامون على الحرير وأن ورسول الله ينام على الحصير حتى أنه علم بيعلم في جسم النبي. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له جواب كافي شافي. قال له أما يكفيك يا أن يكون لنا الآخرة وتكون له الدنيا؟ هم في الآخرة هيجد العيشة دي فردوس أعلى إن شاء الله نكون معهم يا رب. أمين يا رب. هذا هو. طيب يقول لك فهو رغد ورغيد. وبعدين اللغة التانية إيه بقى يا واد يا محمد؟ يقول لك ورغد رغدا من باب تعب لغة بالرفع ليست بالنصب لغة. فهو راغد وهو في رغد من العيش أي في رزق إيه يا أولاد؟ في رزق واسع. ثم إذا أنت زدت الهمزة يا عليم وقلت أرغد أرغد القوم يعني أخصبوا أو أرغدت القوم يعني وجدتهم ذوي رغد. وجدتهم إيه؟ أرغدت القوم يعني وجدتهم ذوي رغد. هذا هو. واضح؟ نعم. والرغيدة هو الإيه؟ الزبد. عارفين الزبد طبعا الطعام المعروف اللي هو الحاجات الحلوة دي حيث شئتما. قال سيدنا سليمان أي في أي مكان من الجنة شئتما وسع الأمر عليهما. ليه يا أولاد؟ عشان ما يكونش لهم حجة لكي لا يكون على الناس حجة كل من كل حاجة إلا من هذه الشجرة حيث شئتما لكي لا يكون لهما حجة عشان ما يجوش لربنا ولما يأكلوا يقول يا رب احنا معلش بس احنا ما كناش لاقيين ناكل. ده من حيث شئتما لكي يبطل حجته على الله سبحانه وتعالى جل شأن الله. يقول لك هنا ايه؟ إزاحة مفعول لأجله إزاحة للعلة والعذر في التناول من الشجرة المنهي عنها من بين أشجارها يعني أشجار الجنة التي لا ايه؟ لا تنحصر. ما لكمش حجة يا آدم كل من أي حاجة إلا شجرة واحدة بس شجرة واحدة. طب ليش معنى الشجرة دي؟ مالكش دعوة لا دخل لك. الامتثال التسليم الإسلام عليك بالإسلام. إيه الإسلام ده؟ قالك التسليم. ولماذا سمي الإسلام إسلاما؟ لأنك تسلم لله أمرك ولا تناقش. افعل حاضر لا تفعل حاضر من غير أن تخوض في أسرار الأمر مالكش دعوة. ده ربنا خالقك وأنت مخلوقه وأنت عبده خلاص. يبقى لا تخوض في أسرار الأوامر فهذه مهلكة. ليش بعد الشجرة دي يا رب؟ ليه خليت الظهر بس الثلاثة أو أربعة؟ مالكش دعوة أنت عبد. واعلم ان صلاحك وسعادتك في الامتثال. مش انت عايز تبقى سعيد؟ اتبعني. هذا هو. واضح يا اولادي؟ مش قهر.
ليس هناك قهر إلا للمعاندين. مش نؤمن ليس هناك قهر من الله، القهر للمعاندين، القهار صفة الجلال للمعاندين الظالمين الكفرة الفجرة الذين يعاندون الله سبحانه وتعالى ويعاندون رسول الله. لكن يستخدم القهر فينا أبدا، ده حب، هذا هو. نعم. حيث شئتما خلاص، إذا عدل خلاص، هذا هو. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل السورة الإسلامية وأشرف الخليقات الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائيات صاحب القبضات الأصليات والمجات الثانيات والرتبات العاليات من الدرجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.